يجري وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت زيارة لدولة روسيا الاتحادية للمشاركة في أعمال اجتماعات وزراء الطاقة لدول البريكس وفعاليات أسبوع الطاقة الروسي، وذلك لمناقشة الموضوعات المشتركة ودفع سبل التعاون وتفعيل الشراكة بين الدول الأعضاء. من المقرر أن يجري وزير الكهرباء زيارة لمحطة لينينغراد للطاقة النووية وكذا الأكاديمية التقنية لشركة روساتوم التي تقوم بإنشاء محطة الضبعة النووية، ويلتقي بالمتدربين المصريين التابعين لهيئة المحطات النووية الذين يحصلون على برامج تدريبية في إطار الاتفاق مع الشريك الروسي.